أهلا بكم إلى تفاصيل نشرة الظهيرة. غدا الثلاثاء هو فاتح رمضان ببلادنا، أهل الله عليكم هذا الشهر المبارك بموفور الصحة. فيما العديد من البلدان العربية والإسلامية أعلنت يومه الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك، وجريا على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أدى الأندونيسيون ليلة البارحة أولى صلوات التراويح. وتعد أندونيسيا أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، وفي القدس الشريف في تقليد سنوي طواقم متخصصة قامت بغسل قبة الصخرة المشرفة، كما تم تنظيف أرجاء الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وتم تهيئ باحات الأقصى التي تستقبل الآلاف من المصلين في هذا الشهر الفضيل. والغزاويون يستقبلون رمضان بهدنة مع المحتل الإسرائيلي تختبرها الساعات القادمة. الهدنة تم التوصل إليها في ساعة مبكرة من صباح يومه الاثنين توقف هجمة إسرائيلية هي الأعنف منذ 5 أعوام أودت بحياة 25 شهيدا في القطاع. يوسف الحميدي. في أول أيام رمضان غزة تحصي خسائرها بسبب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية 24 قتيلا فلسطينيا وتدمير كثير مباني في 3 أيام من القصف. الغزاويون يرحبون بعودة الهدوء. وهذه التهدئة تكون زي سابقتها، يعني كل مرة تهدأ وبقعدوا لهم أسبوع أسبوعين بعدين بيرجعوا بيعملوا الكلام هذا، وهذا الكلام على مدار تاريخ الشعب الفلسطيني، وإحنا بنعاني من هذا الضرب وهذا التقصف اللي هو بيستهدف المدنيين. يعني لازم يكون في تهدئة، لأنه بصراحة يعني الناس دورها تدمرت وفي شهداء وفي ناس اترملت كتير ودمار شامل، يعني بصراحة يعني كفانا حرب. يعني وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس جاء برعاية مصرية قطرية أممية، والرئيس محمود عباس قام بعديد الاتصالات لوقف العدوان على غزة بحلول شهر رمضان الكريم. الرئيس أبو مازن على طول الأيام الماضية أجرى اتصالات دولية وإقليمية مكثفة في محاولة للجم هذا العدوان على أهلنا في القطاع، والحكومة ترحب بأي جهد لوقف اطلاق النار. هدوء حذر يسود غزة في اول ايام اتفاق الهدنة، هدنة تهدد اسرائيل بخرقها، حين اكد رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ان المعركة التي فقدت فيها اسرائيل 4 اشخاص لم تنتهي بعد. وبالجوار شهر رمضان بطعم مختلف هذا العام في الجزائر، اسماء وازنة في عهد عبد العزيز بوتفليقة تدخل السجن. شقيق الرئيس السابق ومستشاره سعيد بوتفليقة والجنرالان توفيق وعثمان ترتاق رئيسا جهاز المخابرات السابقين هذا الثلاثي مثل أمس أمام المحكمة العسكرية في البليدة، أودعوا السجن بتهمة المساس بسلطة الجيش. وفتح ملفات الفساد سيكون له الأثر المحمود على الاقتصاد الذي سيتخلص من الممارسات التي لطالما عطلت سير الاقتصاد الجزائري. الكلام للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح في أول خطاب له حاول امتصاص غضب الجزائريين حين تعهد بالحوار البناء بالنية الصادقة واحترام موعد الرئاسيات يوليوز المقبل. والمقبل من الأيام في ليبيا لا يبشر بوقف القتال. المشير خليفة حفتر يصر على المضي في معركة قتلت وفق منظمة الصحة العالمية نحو 400 ليبي. عودة إليك يوسف الحميدي. الأمم المتحدة دعت إلى هدنة إنسانية لمدة أسبوع ابتداء من يومه الاثنين، ورد خليفة حفتر كان دعوة قواته إلى تلقين درس أعظم وأكبر للقوات التي تدافع عن العاصمة الليبية وحكومة الوفاق الوطني. يجب على القوات في حالة انسحاب العدو مطاردته باندفاع قوي وعدم السماح له بالهروب والقضاء عليه، وعلى القوات الجوية متابعة ذلك.
إصرار حفتر على مواصلة الهجوم على العاصمة الليبية يأتي وقد أحصت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني عديد القتلى والجرحى في الهجوم على طرابلس التي هجرها الآلاف من سكانها بسبب القصف الجوي والبري لقوات حفتر. العدد من الشهداء وصل إلى هذه اللحظة 187 شهيد، وبالنسبة لحالات الجرحى وصل 1157 جريح. لا حل في الأفق وسط إصرار خليفة حفتر المدعوم من قوى إقليمية ودولية على الهجوم على العاصمة، ورمضان الذي حل اليوم في ليبيا يعيد بمزيد مواجهات عسكرية. وخارج منطقتنا المغاربية قتل أزيد من 40 شخصا من بينهم طفلان إثر الهبوط الاضطراري لطائرة تابعة لشركة أوروفلوت الروسية واندلاع حريق في مطار قرب موسكو. ووفق المحققين فقد نجا نحو 40 شخصا في وقت أكد فيه مصدر لوكالة انترفاكس أن الطائرة وجهت نداء استغاثة بعيد إقلاعها وقد حاولت القيام بهبوط اضطراري لكنها لم تنجح في المرة الأولى، وفي المرة الثانية اصطدم هيكلها بالأرض واندلعت النيران الحارقة. وحارق التقرير الذي صدر اليوم عن الأمم المتحدة يؤكد أن الوضع الخطير الذي يهدد الإنسانية. من بين عناوين هذا الوضع الخطير حسب التقرير 75% من البيئة البرية و66% من البيئة البحرية تقدم إشارات واضحة تتجه نحو مزيد من الهلاك، إذ أن حوالي مليون نوع من النباتات والحيوانات مهدد بالانقراض. والتفاصيل معك يوسف الحميدي. مليون من بين نحو 8 ملايين نوع من النباتات والحشرات والحيوانات مهدد بالانقراض، هذا ما خلصت إليه دراسة شارك في إعدادها 145 خبيرا من 50 دولة. بكل تأكيد يجب التركيز على التنوع البيئي بنفس الكيفية التي نهتم بها بالتغير المناخي لإيجاد حلول بيئية ذات أفق اقتصادي وتنموي واجتماعي وأخلاقي كذلك. وأظهر التقرير نشر اليوم أن تغير المناخ الناجم عن حرق الفحم والنفط والغاز في صناعة الوقود الأحفوري يفاقم الخسارة. المسألة ليست قضية توقيف فقط للاستثمارات المضرة بالبيئة، لكنها مسألة إرادة لوقف الأنشطة المضرة بالتنوع البيئي حتى يكون الجميع على بينة من أن الطبيعة في تنوعها ضرورية لاستمرار البشرية. التقرير الذي أقرته 130 دولة منها الولايات المتحدة الأمريكية اعترف بأن وحده التحول الواسع النطاق في الاقتصاد العالمي والنظام المالي وحده القادر على إنقاذ النظم البيئية المهددة لاستمرار البشر على مستوى عالم على شفا الانهيار. وثقافتنا الاستهلاكية في شهر رمضان تتنافى تماما مع النداء الصادر في التقرير الأممي، ما نرميه يوميا في قمامات الأزبال يصل إلى 50% من الإنتاج الغذائي خلال الشهر الفضيل، والتبذير الغذائي يبدأ قبيل رمضان المبارك. حمى الاقتناء تجتاح حاليا الأسواق أحيانا ضدا عن مفهوم المقدور والأساسي. حسين أزيق من أكادير. سوق الأحد بقلب مدينة أكادير يسجل إقبالا منقطع النظير في اليومين الأخيرين قبل الشهر الفضيل. الجناح الخاص بالطمور وحلويات رمضان هو الأكثر إغراء للزبائن لتزيين وإغناء موائد الإفطار. الحقيقة العين اللي تتشوف حال دابا في رمضان تتحط الميدا شوية شوية من الحاجة، واخا الإنسان ما تيقدش ياكل بزاف تيحط واحد شوية وداك الشيء، ولكن هذاك هو الشعب ديال رمضان. الله يدخل علينا بالصحة والسلامة. كل ما هي حاجة من فواكه جافة تاخذوا منها شوية شوية، وطبيعة الحال المائدة المغربية تتعرفوها كي دايرة، لما خصها تكون عامرة بحلويات رمضان. اللي حطيتي على يدك واللي اشتهت النفس ديالك غادي تلقاها، من الخضار على طول السنة، الفواكه ما كتقطعش على طول العام، هاد الحويجات ديال التقدير ديال رمضان،
أماكن نقية وأثمنة مناسبة. تنوع المنتجات المعروضة قبل رمضان يوازيه ارتفاع ملحوظ في الأسعار، إلا أن الجميع يتفق أن جودة المنتوج هي الحكم الفيصل في تحديد ثمنه بالأسواق. ونقبل بزاف على السلعة، الشباكية، البريوات، كاين الموجود إن شاء الله في السلعة، وكاين أثمنة جد مناسبة، وهذا الشيء كيركز غير على النقاء. إلا كانت حاجة نقية راه كتجيب دائما الزبائن وكيكون فيها الأمور مزيانة بالنسبة للطرفين، بالنسبة للتاجر وبالنسبة للإنسان اللي غادي يتقدم من عنده. إقبال كبير على الأسواق في هذه الفترة التي تعرف لدى المغاربة بالعواشر، ارتفاع في الاستهلاك ورواج تجاري متزايد، إنها من السمات الغالبة على الأسواق المغربية في الساعات الأخيرة قبل حلول اليوم الأول من شهر رمضان. والتمور من أساسيات المائدة الرمضانية، حاليا نخيل تنغير يخضع لعملية التلقيح المعروفة بالتذكار، وهي عملية أساسية لضمان جودة التمور، والرهان أن يصل الإنتاج في أفق 2020 إلى 160 ألف طن في السنة. عبد الصمد طعام من نواحي تنغير. الصورة من قصر أعشيش نيتي عزا بإقليم تنغير، حيث يتم إعداد الشماريخ الذكرية أو حاملات اللقاح قبل وضعها بعراجين النخل. العملية تقليدية كانت أو ميكانيكية ضرورية لضمان إنتاج جيد من التمور، لأن كل واحد دابا عنده مثلا 20 نخلة 40 نخلة، يعني ماشي أنه يقلب على الطريقة الميكانيكية، أحسن أنه يدير الطريقة اليدوية وكيدير داك الشيء بيديه وكيتقن مزيان وكتعطي نتائج يعني جيده جدا. وغير بعيد بضواحي النيف تنشط عمليه تخليف الاشجار المصابه بمرض البيوض وسط توقعات انتاج جيد بالنظر الى التساقطات المطريه التي عرفتها المنطقه شهري غشت وشتنبر وبابريل شهر الازهار. فين ما بان البيوض عرف راه عنده المشكل في الري هو الاول، الطريقه باش كيسقي ديك النخله فاش كاين المشكل هو الاول، علاش النخل راه ما واخا راه ما كيبغيش الماء بزاف، كيبغي واحد الكميه بسيطه وكيبغيها في اماكن معينه، راه الا عطيتي حدا الشجره راه مشاكل، الا عطيتيها له في الحراره وفي واحد الوقيته في الصيف راه مشاكل، الواحد يعرف فوقاش يسقي. حاليا كنستوردوا واحد 40 الى 50 الف طن من الدول الاخرى، فهاد الانتاج ان شاء الله في هاد السنوات المقبله اللي غادي تعطيه هاد يعني توسعات، فان شاء الله الرحمن الرحيم نتمنوا اننا نوصلوا في السنه في خمس سنوات الجايه ان شاء الله باش ننتجوا اكثر من 160 الف طن. 160 ألف طن هدفها تحقيق الاكتفاء الذاتي وطنيا، واحدة من نتائج العقد البرنامج لسلسلة التمور الذي يهدف إلى تأهيل حوالي 50 ألف هكتار وزراعة 17 ألف هكتار جديدة وبطرق عصرية. أكثر من 300 ألف طفل يحملون أعراض توحد ببلادنا، والطفل التوحدي يحتاج رعاية خاصة بتكلفة تقدر ب 5000 درهم شهريا. في محاولة لتدليل هذه التكلفة، ورشات تكوينية استقبلت أسر الأطفال التوحديين وقدمت لهم مجموعة من القواعد للمرافقة الصحية المطلوبة للطفل التوحدي. جاد أبردان ويوسف لطفي من الرباط. هذه الأم لطالما عانت مع سلوكيات طفلها التوحدي، فاطمة قررت خوض تجربة تكوين لفهم طريقة تدبير يوميات الطفل. نصف سنة من التدريب توجت بنيل دبلوم. الدورة أنا بالنسبة لي فادتني بزاف، لأنني أنا أم ديال الطفل التوحد، في الاول ما كنتش عارفه كيفاش نخدم معاه وكيفاش نفهمه، كان غير كيغوت، والحمد لله دابا وليت كنفهمه. المجتمع هو المسؤول الاول لعلاج هذا الطفل، ان ما كاينش شي دواء او شي علاج بسيط ترسموا ان الطفل هذا غياخذو باش انه يتعالج به، ان ذاك الوسط ديالو وكيفاش غتعامل معاه وكيفاش انك غادي تقبله معك في المجتمع. تمرين له أهميته بالنسبة للأسر، فغلاء كلفة تبني مرافقات الطفل المريض دفع الكثيرات منهن إلى دخول الدورة، اضطرها مختصون مغاربة وأجانب. كانت تحتوي على عدة تخصصات مختلفة في هذا المجال، سهر عليها أخصائيون يعني أطر وأساتذة مغاربة وأجانب يعني ذات خبرة وحنكة طويلة في هذا المجال، وقد عرفت هذه الدورة الثانية الحمد لله نجاح كبير وتميز عن سابقتها، وحنا الحمد لله وصلنا للمبتغى اللي طمحنا له، هو ادماج هؤلاء الاطفال في المجتمع بسلاسه.
ويحصل المغرب ما يفوق 300 ألف طفل توحدي، مواكبة كل واحد منهم يتطلب مبلغا يناهز 5000 درهم شهريا. ويعرف المرض باضطراب في الدماغ تظهر أعراضه في السنوات الثلاثة الأولى. وكما أسلفت الذكرى في العناوين، في خطوة تؤكد انفتاح المؤسسة الأمنية على محيطها، انتقل بعض من عناصر الشرطة القضائية إلى إحدى المؤسسات التعليمية بمدينة العيون في مهمة مختلفة تماما. أطروا ورشة حول مسالك تفكيك خيوط الجريمة. يوسف ويشو أنجز الروبورتاج، والمتابعة معك سمير بوحميتي. حضور تقنيي مسرح الجريمة التابعين للشرطة القضائية لولاية أمن العيون اليوم ليس من أجل البحث عن الدلائل المادية لجريمة ما، بل لتقديم عروض لهؤلاء التلاميذ تهم أبجديات البحث المادي في مسرح الجريمة، عالم يكتشفونه لأول مرة. شفنا بزاف البروتوكول الآليات اللي تعاوننا بزاف، اللي كتخلينا باش نعرفوا المجرم منهم البروتوكول اللي كتستعملوا الآليات. وحنا في المدرسة كنا كنشوفوا هذا الشيء عنا نظريا تيوريكمو، ودابا راه تحتنا الفرصة باش نشوفوا براتيكمو. سمحت لينا فرصة باش نتعرفوا بزاف وبزاف على الشرطة العلمية والتقنية اللي كنا غير كنا كنقراوها وكنا كنسمعوا بها، ولكن اليوم شفنا حتى تأكدنا وشاركنا في النشاط ديالها. البحث عن بصمات مفترضة والتحقق من صحة بعض الوثائق وغيرها من المهام التي توكل إلى هذا الجهاز المتخصص، عمل شارك فيه التلاميذ مما سيسمح لهم من تكوين صورة شاملة. نظمت ولاية أمن العيون ورشة تحسيسية لفائدة التلاميذ، شرحوا فيها التلاميذ وسائل العمل وتقنيات تدخل تقنية مسرح الجريمة في جميع الجرائم، ابتداء من السرقات الخفيفة إلى الجرائم الكبرى والجرائم الإرهابية والجرائم ديال التفجيرات. هذا النشاط غادي يخلي التلاميذ أنهم يتحفزوا باش يقرأوا بشدة، ويتحفزوا أنهم يمشيوا لهذه الهواية ديال القراءة، على أساس أنهم غادي يقرأوا مازال الروايات البوليسية، لأن اليوم كيكتشفوا كيفاش الشرطة العلمية كتشتغل، كيفاش كتفك الخيوط ديال الجريمة. هو درس استثنائي سيمكن التلاميذ من استحضار بعض عناصره أثناء مطالعاتهم للروايات البوليسية المقررة هذه الدورة. وتوقيت مواعيدنا الإخبارية سيتغير خلال شهر رمضان المبارك. أول موعد إخباري سيكون باللسان الأمازيغي عند الثانية بعد الزوال. في الخامسة مساء نشرة إخبارية باللغة العربية، وباللغة الفرنسية انفو سواغ عند العاشرة مساء، وفي حدود منتصف الليل المسائية باللغة العربية. في الختام نذكر من بين أبرز ما جاء في ظهيرة الاثنين 7 مايو، تقرير أممي صادم صدر اليوم يؤكد الوضع الخطير الذي يهدد الإنسانية. من بين عناوين هذا التقرير، 75% من البيئة البرية و 66% من البيئة البحرية تقدم إشارات واضحة تتجه نحو مزيد من الهلاك، إذ أن حوالي 1 مليون نوع من النباتات والحيوانات مهدد بالانقراض في كوكب قد تصل ساكنته إلى 10 ملايير نسمة بحلول 2050، في انتظار أن يفي قادة العالم بالتزاماتهم لمواجهة هذا الاختلال البيئي. يؤكد العلماء على ضرورة أن نغير من أساليب الحياة، أن نغير في طريقة استهلاكنا للماء، الطاقة والأكل أيضا. رمضان مبارك سعيد، نلتقي غدا بإذن الله في الخامسة مساء. طبعا مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم في مواعيدها المسائية الأمازيغية بعد قليل، وأفو السواق في 8:15 مساء، والمسائية في 9 ليلا. إلى الغد بإذن الله.